وإلى حسين مغامر هوايته يكتشف مكانات جديدة وماكو أحد زارها من قبل، ويحب البر ومتعة الحياة عنده. مني يلم أغراضه ويجهز العدة ويطلع للبر، وعلى قولة حسين اليوم السفرة غير، بس ليش غير؟ أكيد بيها هواية تفاصيل وشغلات حلوة هو محضرها، فخلونا نشوف الفيديو اللي شاركه ويانا. شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ يابا اليوم طلعتنا بالجزيره والاحتمال الجبال حمرين، انتظرونا بحلقه جديده، احبكم. اليوم السفره غير شكل، السفره ضيم. والنوب شنو الشيء الحلو؟ اليوم النشر راح يصير على قناه دجله، وكل الشكر والاحترام والتقدير لقناه دجله على يعني اللي يقدمونه للشباب وتدعم الشباب. وهاي هنا التقينا بجماعتنا وشعلنا النار وسوينا العشاء الزين وقعدنا وسولفنا وضحك لي، والنوبة نمنا وقعدنا الصبح. شوفوا المنسى. وهاي هنا قعدة والوليد وسووا الريوق الزين وتريقوا وقالوا نفلش الخيم وننتقل الى مكان اخر. هنا وتنتهي رحلتنا اليوم، كانت ونسة حلوة، وان شاء الله يا رب القادم افضل.